مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار طبعا في الاستوديو، الكابتن حسام شعراوي وطبعا الكابتن كريم جمعه نجوم استوديو تحليل لمباراه اليوم، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، حاليا انا متواجده داخل يعني طبعا مجمع الصالات الرياضيه للدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. يمكن حاليا احنا متواجدين طبعا، وزي ما حضرتك شايف يعني بالفعل بدا يعني كلا الفرقتين سواء فريق النادي الاهلي او نادي الزمالك عمليات الاحماء على أرضية الملعب طبعا قبل مباراة اليوم، وتعتبر طبعا المباراة الثانية في سلسلة ذا بيست اوف 3 من بطولة الدوري العام للكرة الطايرة رجال. طبعا خليني قبل ما اتكلم يا كابتن هيثم عن مباراة اليوم والأجواء وطبعا يعني كل الأمور ما قبل مباراة اليوم، يعني خليني أقول لك إنه زي امبارح بالظبط المباراة يعني اتأخرت ل يعني اتأخرت شوية، إن المباراة تبتدي كمان شوية اتأخرت يعني مثلا نقدر نقول نص ساعة أو ساعة إلا ربع زيادة بسبب طبعا المباراة اللي كانت موجودة قبليها واللي كانت بين نادي طلائع الجيش ونادي سموحة، وانتهت بفوز نادي طلائع الجيش بثلاث اشواط مقابل شوطين لنادي سموحه. كان نفس السيناريو امبارح يا كابتن هيثم، كانت مباراه صعبه على الفرقتين، الاول طبعا سموحه فاز بالشوط الاولاني وبعد كده طلائع الجيش ثم نادي سموحه ثم طلائع الجيش، وفي الاخر انتهت بفوز طلائع الجيش على نادي سموحه. وطبعا ده كانت المباراه يعني المنافسه على المركز الثالث والرابع في بطوله الدوري. يمكن بقى خليني يعني سريعا اروح لطبعا يعني كل الامور والكواليس قبل مباراه اليوم. خليني اقول لك يا كابتن هيثم او اتكلم بالاخص طبعا عن جمهور النادي الاهلي او عفوا فريق النادي الاهلي تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. يمكن طبعا يعني الكابتن ميدو مسلحي وجميع اللاعبين بعد مباراه امس، يمكن النهارده يعني كانوا بيستعدوا بشكل طبيعي زي كل مباراه. النهارده يعني كان في محاضره فيديو او فيديو ميتنج ما بين يعني الجهاز الفني وجميع لاعبي النادي الاهلي، اتكلم فيها كابتن ميدو مسلحي والجهاز الفني بالكامل يعني عن طبعا الاخطاء يعني اللي وقعوا فيها النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي في مباراه امس، يمكن يتكلموا عن الاخطاء دي وان هي طبعا ما تتكررش في مباراه اليوم. كمان اتكلموا عن يعني جميع النقاط سواء نقاط الضعف او القوه عند نادي الزمالك والتركيز عليها طبعا لحسم لقاء اليوم. وبعد كده الفريق تناول وجبه الافطار بشكل طبيعي، وبعد كده يعني ادوا صلاه المغرب وصلاه العشاء وجم هنا على طول على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. كذلك ايضا يعني نادي الزمالك كانت استعداداتهم بنفس الحاجه، كان عندهم محاضره فيديو مع طبعا المدير الفني الكابتن احمد عاشور، وبعد كده اتجهوا مباشره يعني بعد وجبه الافطار على صاله الدكتور حسن مصطفى. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم طبعا يعني السكور شيت لجميع لاعبي النادي الاهلي اللي هيشاركوا في مباراه اليوم، طبعا البدايه مع الكابتن احمد صلاح، عبد الله عبد السلام، احمد عزب، احمد سعيد، حسام يوسف، محمد عادل، عبد الرحمن الحسيني، وعبد الرحمن سعودي، محمد محسن، احمد قطب، ومحمد عصران، وطبعا المحترف الايطالي لويجي، واكيد يعني الثنائي في مركز الليبرو محمد رمضان والمحترف يواندر جرازيا. برضو يعني ده كان كل اللعيبه كانت موجودين في المباراه امس، وكذلك نفس يعني التشكيل ونفس اللعيبه اللي كانوا موجودين مع نادي الزمالك في مباراه امس هيكونوا موجودين في مباراه اليوم. البدايه مع احمد فتحي وطبعا رضا هيكل، سيف حسن، محمد مجدي، محمد المهدي، يعني طبعا اكيد محمد عفيفي واحمد يوسف ومحمد مصطفى لعبه، مصطفى محمد، وطبعا يعني المحترف التركي، واكيد محمد رضا وشريف الشرقاوي ده في المركز الليبرو. يمكن جميع لاعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي كانوا في مباراه امس هيكونوا في موجودين في مباراه اليوم يا كابتن هيثم. طبعا مباراه صعبه سواء على النادي الاهلي او على نادي الزمالك. يمكن يعني خليني اقول لك انه كمان بعد مباراه امس يمكن على طول يعني النائب رئيس نادي الاهلي العمري فاروق كان متواجد مع جميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه امس يا كابتن هيثم، وخليني اقول لك ان هو اتكلم معاهم وقال لهم يعني انه ما فيش بديل عن الفوز في مباراه اليوم، وطبعا العوده مره اخرى لسلسله ذا بيست اوف 3 من بطوله الدوري، لازم نرجع تاني وننافس على بطوله الدوري، ما فيش بديل عن الفوز، ما فيش بديل عن الفوز كمان ببطوله الدوري السنه دي. يمكن طبعا اتكلم معاهم في كل الامور دي وحفزهم قبل مباراه اليوم. فان شاء الله يعني يا كابتن هيثم النهارده جميع لاعبي النادي الاهلي يكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر الثقه اللي موجوده طبعا عند اداره النادي الاهلي، واكيد جميع جماهير النادي الاهلي ان هم يفوزوا في مباراه اليوم، والقدره كمان على العوده مره اخرى والمنافسه في سلسله ذا بيست اوف 3 من بطوله الدوري طبعا لكره الطايره رجال. يمكن دي كانت يعني يا كابتن هيثم سريعا كل الامور والاجواء هنا ما قبل مباراه اليوم، وطبعا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وان شاء الله النهارده يفوزوا في مباراه اليوم. وبارك لك طبعا يا كابتن هيثم بعد المباراه على يعني طبعا الوجود يعني لسه في المنافسه على بطوله الدوري، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نكسب السله وان شاء الله نبارك لبعض بعد المباراه. والحقيقه كلنا ثقه في الفريق كلاعبين وكجهاز فني، ثقه غير محدوده في كابتن محمد مصالح ميدو والجهاز المعاون، وثقتنا في اللاعبين غير محدوده الحقيقه.